بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 52 من سلسلة دروس كتاب خلاصة الدلائل للإمام أبي الحسن حسام الدين علي بن أحمد بن مكي، شرح مختصر القدوري للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد المعروف بالقدوري رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما، آمين آمين. وصلنا إلى قولهما رحمهما الله: وأشهر الحج، قال: شوال وذو القعدة، يصح القعدة والقعدة بفتح القاف وكسرها، وعشر من ذي الحجة كذلك يصح بفتح الحاء وكسرها. روي ذلك عن العبادلة، وكذلك روي عن النخعي والشعبي. العبادلة عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، هؤلاء العبادلة. فإن قدم الإحرام بالحج، فإن قدم الإحرام بالحج عليها، يعني أحرم بالحج قبل شوال، قبل شوال، فإن قدم الإحرام بالحج عليها جاز إحرامه وانعقد حجا، لأن الإحرام بالحج أحد نسكي القران، نسكاء القران الحج والعمرة، نسكاء القران الحج والعمرة. قال: لأن الإحرام بالحج أحد نسكي القران، فجاز تقديم الإحرام بالحج على الوقت كالعمرة، يعني كما جاز تقديم الإحرام للعمرة جاز تقديم الإحرام للحج. وعند الشافعي رضي الله عنه تنعقد عمرة لو أنه أحرم بالحج قبل أشهر الحج، قال الشافعي تنعقد عمرة. ليه؟ قال: لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، والحج أفعال، والزمان لا يكون نعتا للأفعال، فلا بد من إضمار. فقال الفراء: والحج في أشهر معلومات. وقال غيره: وقت الحج أشهر معلومات. يعني لما قال وقت الحج أشهر معلومات، فلا يصح، يعني أنا الآن أريد أن أصلي الظهر، هل يصح أنا أن أقول أصلي فرض الظهر الله أكبر قبل دخول وقت الظهر؟ ما يصح، هذا قول الشافعي. قال: إلا أنه لا حجة له فيها، لأن الإضمار إذا لم يكن منه بد، يعني إذا كنا لا نستغني عنه يلزمنا الإضمار. فقد قال أبو علي الفارسي: معناه الحج حج أشهر معلومات، يعني أفضل الحج ما وقع في الأشهر. وبه نقول: وهذا كقولهم الشاعر زهير والعالم أبو حنيفة، معناه أن غيره وإن كان عالما لكن لا يجري مجراه، يعني أفضل إحرام للحج أن يكون في أشهر الحج، ولكن هذا لا ينفي صحة الإحرام للحج قبل أشهر الحج. كما أني إذا قلت العالم أبو حنيفة هذا لا ينفي أن يكون غيره عالما، ولكن لا ينفي أن يكون غيره شاعرا وفقيها
كذلك هذا. قال وإذا حاضت المرأة عند الإحرام، أحرمت للحج أو أحرمت للعمرة، اغتسلت وأحرمت، اغتسلت يعني لأجل الإحرام، وسبق وتكلمنا وقلنا بأن هذا الغسل إنما هو غسل نظافة وليس غسل طهارة، لأنها الآن هي غير قابلة للتطهير، هي الآن حائض. قالوا أحرمت وصنعت كما يصنعه الحاج، يعني من التلبية والذكر، غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تدخل المسجد أصلا حتى تطهر، لأن أفعال الحج لا تقف على الطهارة إلا الطواف. تستطيع أن تقف في عرفات وهي حائض، وأن ترمي الجمرات وهي حائض، لا حرج في ذلك، إلا الطواف لأنه ملحق بالصلاة، هذا واحد. اثنين، ولأنها ممنوعة عن دخول المسجد. قال فإذا حاضت بعد الوقوف بعرفة يعني وطواف الزيارة، وبعد طواف الزيارة انصرفت من مكة، يعني الآن عندنا إذا أردنا انصراف مكة يجب علينا طواف الصدر، طواف الوداع، قال يسقط عنها، يسقط عنها. كما ذكرنا سابقا أحبابنا بأن الواجبات، واجبات الحج إذا تعذر الأداء بها سقطت لا إلى جزاء، سقطت ولا تحتاج ولا يتر بدون دم، ما يحتاج إلى شيء. وكذلك الآن طواف الصدر سقط للعذر. قال ولا شيء عليها لترك طواف الصدر، وهذا شأن جميع الواجبات إذا تركها الحاج لعذر، لأنه صلى الله عليه وسلم رخص للنساء الحيض في ترك طواف الصدر، الحيض. باب الجنايات، باب الجنايات. نعم، الأصل الجناية هي فعل محرم، الجناية فعل محرم، والمراد بالجناية هنا نعم أفعال محرمة خاصة. هنا إذا نقول جناية يعني فعل حرام ممنوع، ولكن المراد هنا بالجنايات أفعال محرمة خاصة، نعم، وهي ما تكون محرمة، تحرم يعني بسبب الإحرام أو بسبب الحرم. فما كان محرما بسبب الإحرام وبسبب الحرم سمي جناية، سمي جناية خاصة، جناية خاصة. قال إذا تطيب المحرم فعليه الكفارة، لاحظ قال تطيب، فلما قال تطيب نفهم منه أن شم الطيب لا محظور فيه، يعني لا كفارة عليه لو شم الطيب، لأن التطيب أن تلصق الطيب ببدنك أو بيدك أو بثوبك، واضح؟ فإذا إذا تطيب المحرم فعليه الكفارة. نعم، طب أنا الآن قلنا لا حرج عليه في شم الطيب، قلنا لا حرج يعني لا كفارة عليه، ولكن يكره للمحرم أن يشم الطيب، يكره له أن يشم، وكذلك يكره له أن يشم الثمار التي لها رائحة طيبة، يأخذ هكذا مثلا تفاحة ويشمها، نعم، هذا كذلك يكره. قال طبعا لنطلق الكراهة، وإن كان بعضهم قال لا كراهة في شم الفاكهة ذات الرائحة، المهم المحظور هو أن تتطيب، أما شم الطيب، شم الطيب لا كفارة عليه ولكنه مكروه، وكذلك شم الثمار ذات الرائحة الطيب. قال لأنه ممنوع منه فارتكابه يوجب نقصانا في الإحرام،
ارتكاب التطيب يوجب نقصانا في الإحرام. قال فإن طيب عضوا كاملا، فإن طيب عضوا كاملا فما زاد فعليه دم. لو طيب عضوا كاملا، رأسه، يده، ذراعه، فخذه، رجله، عضوا كاملا فما زاد عليه، قال فعليه دم. يدخل في تطييب العضو الفم. الفم لو أنه إنسان أكل طيبا بدون خلط ولا طبخ بحيث يلتزق بفمه فعليه دم. أكل مسكا مثلا، أكل مسكا. أما لو خلط الطيب بطعام مطبوخ، عنده طعام مطبوخ وضع له، وبعض الناس يضع المسك الطبيعي الأصلي يضعه في الطعام، نعم، فلا عبرة بهذا المسك الموضوع في الطعام سواء كان المسك غالبا أو مغلوبا، فلا حرج في ذلك. طبعا في الأمر لا يخلو من كراهة، ولكن صارت الآن تخرج من فمه رائحة، قال لا حرج به. أما لو خلطه بطعام غير مطبوخ، خلط هذا المسك بطعام غير مطبوخ، قال فالحكم فيه للغلبة. إن كان الغالب المسك حرم عليه ذلك، وجب عليه كفارة. فإن غلب الطيب وجب الدم، وجب عليه كفارة. نعم، وجبت عليه الكفارة مطلقا، قال نعم مطلقا. إيش يعني مطلقا؟ يعني وإن لم تظهر رائحة الطيب في الفم، ما دام الغالب هو الطيب، أن الطيب له لون وطعم ورائحة، ثلاث أوصاف. فإذا ظهر وصفان، طعم ولون، ولم تظهر الرائحة، يكون هو الغالب. فأكله وكان الطعام غير مطبوخ وجب عليه الدم. أما إن لم يغلب، كان مغلوبا، ظهر وصف واحد، ظهرت الرائحة دون طعم أو لون، فكان مغلوبا فلا شيء عليه. أين هذا؟ إن خلط الطيب بطعام غير مطبوخ. أما إذا كان خلطه بطعام مطبوخ كما قلنا، لا حرج عليه مطلقا سواء كان غالبا أو مغلوبا. نعم مولانا. نعم يا أخي فضل. والعلق في هذا الموضوع يعني مثل هذا، يعني اللبان رائحة، هلأ بالنسبة لللبان عندما يضعها في فمه لها طعم ورائحة، فظهر وصفان وجب عليه الدم، هكذا هذا ما ينبغي، لأنه ظهر الطعم والرائحة وعمت فمه. ولكن هنا نستطيع أن نقول باللبان إذا وضعها في فمه، يعني هو لم يقصد الطيب، واللبان لا يستعمل للتطيب. هناك بعض أنواع اللبان تستخدم لتطيب الفم، لتطيب رائحة الفم، فهنا ينظر للمقصود من وضع اللبان. نعم، صار استعماله كاستعمال الصابون المطيب بالإحرام، القصد منه التنظيف وليس التطيب، فيغتفر إن كان ناسيا فيلزم بالصدقة. أما اللبان إذا كان له رائحة، هو غالبا يوضع من أجل تطييب رائحة الفم، كثير من الناس يستعملونه لهذا، فينبغي أنه يلزمه إذا كان له رائحة وظهرت رائحته، يلزمه أن عليه دم، والله تعالى أعلم. سيدي. نعم. المقصود بالعضو يمزيات كاملا أو كف مثلا؟ هذه اليد،
هذه اليد وهذا الساعد. اي نعم. هذا الفخذ، الساق، الرجل. اي نعم، هذه الاعضاء الكامله. اي نعم. اكرمكم الله. الله. هلا قد يوضع الطيب مع الشراب، قد يوضع الطيب، وهذا انا يعني رايت اناسا يضعون المسك في شراب الشاي، المسك الطبيعي. قالوا اذا وضع الطيب في الشراب الحكم للمسك مطلقا، سواء كان غالبا او مغلوبا، غالبا او مغلوبا. ولكن ان كان غالبا وشربناه وجب الدم، وان كان مغلوبا وشربناه وجبت الصدقة. إذن بالنسبة للطيب إذا وضع في طعام مطبوخ لا عبرة به، سواء كان مغلوبا أو غالبا. إذا وضع في طعام غير مطبوخ إن كان غالبا وجب الدم، وإن كان مغلوبا لا شيء فيه. لا، إن كان غالبا يجب فيه الدم وإن لم تظهر الرائحة، نص على ذلك كمال ذو الهمام في فتح القدير. وإن كان مغلوبا الذي غلب هو الطعام الغير مطبوخ، لا شيء فيه. إيه نعم. ماذا قلنا كذلك؟ إذا وضع في شراب أيضا، سواء كان المسك غالبا أو مغلوبا، الحكم للمسك. فإن كان غالبا وجب الدم، وإن كان مغلوبا وجبات الصدقة. قال فإن طيب عضوا كاملا فما زاد فعليه دم، لأنه ارتفاق مقصود كامل. وإن طيب أقل من عضو فعليه صدقة. ولعلنا ذكرنا سابقا أن لفظ الصدقة نعم يذكر في باب الإحرام غير مقدرة، تكون غير مقدرة، فيقولون تذكر في باب الإحرام، يقولون يجب عليه صدقة، ولا يقدرون هذه الصدقة بكم، لا يقدرونها، فيطلقونها، فيقولون وجب عليه صدقة، أو يقولون تصدق وجوبا، إلى غير ذلك. فإذا أطلقوا الصدقة في باب الإحرام، باب الجنايات، كان المراد بها وجوب أن يتصدق بنصف صاع من بر. نعم. إذا أطلقت الصدقة في باب الإحرام كان المراد بها وجوب التصدق بنصف صاع من بر. قال وإن طيب أقل من عضو فعليه صدقة لقصول، إذا ما هو مقدار الصدقة الآن؟ التصدق بنصف صاع من بر لقصول الجناية بقصول الارتفاق. والشافعي رضي الله عنه ألحق القليل بالكثير في إيجاب الكفارة، وهذا بعيد. يعني لو طيب طرف يده لم يطيب عضوا كاملا قال يجب عليه كفارة، وهذا بعيد، لأنه إيجاب الكفارة بالمقايسة من غير التساوي. مولانا؟ نعم تفضل يا أخي. معذرة، يعني كيف بالبرتقال أو الليمون؟ هذه تؤكل للتغذي، ولكن شمها قلنا فيه خلاف، منهم من قال يكره شمها، ومنهم من يقول لا كراهة في شمها. لكن هي إذا أكلت لا تبقى رائحتها بالفم، يعني يندر بقاء رائحتها بالفم. وهي بالأصل المقصود أكلها، وليس المقصود التطيب بها.
قال ولو لبس ثوبا مخيطا أو غطى رأسه يوما، لو لبس ثوبا مخيطا يعني لبس الثوب اللبس المعتاد، اللبس المعتاد. ما هو اللبس المعتاد؟ اللبس المعتاد هو ما لا يحتاج في حفظه، ما لا يحتاج إلى حفظه عند الاشتغال بعمل آخر، هذا هو اللبس المعتاد. يعني هاي الآن القميص أنا الآن لابسه، أنا أستطيع أن أعمل عملا وعملين واثنين ولا أحتاج إلى حفظ هذا الثوب لأنه محفوظ بنفسه، ما أحتاج إلى حفظه بتكلف، هذا يسمى إيش؟ اللبس المعتاد. فلو جعل قميصه رداء، لو جعل قميصه إزارا مثلا لا حرج في ذلك لأنه لم يلبس هذا القميص لبسا معتادا. قالوا إن لبس ثوبا مخيطا أو غطى، الله، رأسه يوما كاملا أو غطى رأسه يوما كاملا فعليه دم، أو غطى رأسه كذلك ليلة كاملة وجب عليه دم. يعني لما نقول غطى رأسه يوما كاملا ليس المراد اليوم اليوم بل مقدار يوم، غطى رأسه مقدار يوم كامل أو مقدار ليلة كاملة هنا، فعليه دم لأنه استمتاع كامل، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة، وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة لما ذكرنا. وقال أبو يوسف رضي الله عنه إذا لبس أكثر من نصف يوم فعليه دم، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه الأول، لأن للأكثر حكم الكل، والاختلاف مع الشافعي رضي الله عنه على نحو ما ذكرنا. الله. قالوا إن حلق ربع رأسه فصاعدا فعليه دم لأنه حلق مقصود، إذ الأكثر من الناس يقتصرون على التزين به، أراد بأن الاقتصار على حلق بعض الرأس هو معتاد عند بعض الناس، معتاد عند بعض الناس، فكان حلق بعض الرأس ارتفاقا كاملا، فإذا كان ارتفاقا كاملا تكون الجناية قد تكاملت، وإذا تكاملت الجناية وجب الدم. قالوا إن حلق، قال لأن حلق، لأنه حلق مقصود، إذ الأكثر من الناس يقتصرون على التزين به، على التزين بحلق بعض الرأس، وهذا شائع في هذه الأزمنة. وإن حلق أقل من الربع فعليه صدقة، ما هي صدقة؟ نصف صاع من بر، كما قلنا إذا أطلقت في باب الجنايات نصف، المراد بها نصف صاعة، نصف صاع من بر، إلا فقط إذا قالوا في من قتل جرادة وجبت عليه صدقة، قال المراد بها التصدق بأدنى شيء ولو بتمرة، لذلك قال، ورد عن سيدنا عمر أنه قال تمرة خير من تمرة خير من جرادة. أما في غير قتل الجرادة أطلقت الصدقة يراد بها نصف صاع من بر. قال فعليه صدقة لقصور الجناية على ما مر. وأبو يوسف رضي الله عنه يعتبر الأكثر على ما ذكرنا، ومحمد رضي الله عنه 10 شعرات، والشافعي رضي الله عنه 3 الشعرات كما في المسح، والجواب على ما ذكرنا. قال إن حلق مواضع المحاجم، حلق مواضع المحاجم يعني في الظهر، فعليه دم عند أبي حنيفة رضي الله عنه، قال لأنه حلق مقصود، لأنه حلق مقصود لمن أراد الحجامة، حلق مقصود، أراد أنه كان مقصودا هذا الحلق، ليه؟ لأنه لا يتوصل إلى المقصود الذي هو الحجامة إلا بالحلق، إلا بالحلق. بناء عليه لو حلق مواضع الحجامة ولم يترتب
على الحلق حجامة، حجامة لا يجب عليه دم، لا يجب عليه دم، نعم، لأن هذا الحلق متى يجب عليه دم؟ إذا كان مقصودا، إذا كان مقصودا، فإذا لم يكن مقصودا، لم يكن مقصودا قال لا يجب عليه، لا يجب عليه الدم، وإنما يجب عليه صدقة فقط. واضح أحبابنا؟ قال لأنه حلق مقصود لمن أراد الحجامة فكان ارتفاقا كاملا. وقال عليه صدقة لو أنه حلق مواضع المحاجم، لأنه غير مقصود في ذاته، وإنما هو تبع للحجامة، والأصل لا يوجب الدم، فكذا التبع معناه أنه إنما الذي يريد الحجامة يعني يحلق لأجل الحجامة. السؤال الآن، أنا أحلق من أجل الحجامة، هل الحجامة محظورة للمحرم أم غير محظورة؟ قال غير محظورة. قال وكذلك ما كان وسيلة إليها لا يكون محظورا، لا يكون محظورا، نعم، وإنما تجب الصدقة فقط. ليه؟ قال لأنه أزال الشعر فتجب الصدقة فقط. قال وإن قص أظافير يديه ورجليه فعليه دم. قص أظافير يديه ورجليه يعني العشر أصابع، قصهم في مجلس واحد، في مجلس واحد. أما إذا تعدد المجلس، تعدد المجلس، قص هذه اليد في مجلس، وهذه اليد في مجلس، وهذه الرجل في مجلس، وهذه الرجل في مجلس، ما الحكم؟ وجب عليه أربع دماء، أربع دماء. قالوا إن قص أظافير يديه ورجليه فعليه دم، يعني إن قص ذلك في مجلس واحد، لأنه إزالة الأذى من نوع واحد. وكذلك إن قص يدا أو رجلا فعليه دم، لأنه كما قلنا في أكثر من مرة، لأن الربع له حكم الكل في الغالب. وإن قص أقل من خمسة أظافير فعليه لكل ظفر صدقة. لو قص أقل من خمسة أظافير فعليه صدقة، عليه يعني عليه لكل ظفر. فلو قص أربع أظافر عليه أربع صدقات، يعني صاعين، صاعين من بر، لأنه لا يحصل به التزيين، وعندهما يجب بحساب ذلك اعتبارا للبعض بالكل. يعني كيف بحساب ذلك؟ إذا قص خمس أظافير وجب عليه، وجب عليه دم شاة، فإذا قص ظفر وجب عليه خمس شاة، ظفرين عليه خمسان، ثلاث أظافير ثلاث أخماس شاة، إلى هكذا. هذا معنى إيش؟ يجب بحساب ذلك اعتبارا للبعض بالكل. وعند زفر والشافعي رضي الله عنهما يجب الدم في الثلاثة اعتبارا للأكثر، إلا أن المعتبر فيه التزين، المعتبر في قص الأظفار أن يكون مترتبا عليه الزينة، وذلك ناقص إذا قص ثلاث أظافير فقط، الزينة تكون ناقصة، بل يزاد به قبحا وشناعة. قالوا إن قص خمسة أظافير متفرقة، وإن قص خمسة أظافير متفرقة بالجر صفة للمعدود الذي هو أظافير، وإن قص خمسة أظافير متفرقة من يديه ورجليه فعليه صدقة. يعني في مجلس واحد قص ظفر من هنا وظفر من هنا وظفر من خمس أظافير متفرقة فعليه صدقة، لا ضروري متفرقة، ضروري جدا، لا بد من إضافة كلمة متفرقة، ما يصح، لا بد من. وإن قص خمسة أظافير متفرقة من يديه ورجليه فعليه يعني لكل ظفر صدقة، وهذا عندهما. لماذا عليه صدقة؟ قال لقصور التزين، لقصور التزين، نعم، يعني أراد أن كمال الجناية متى تكون الجناية كاملة؟
تكون الجناية كاملة إنما تكون إذا نال الراحة كاملة وإذا نال الزينة كاملة. والقص بهذه الطريقة يعني لا ينال به الراحة كاملة والتزيب، على العكس هذا فيه نقص، هذا يؤدي إلى تشويه اليد، فتجب فيه الصدقة لأنه أزال بعد بعض التفث فتجب الصدقة. وقال محمد رضي الله عنه عليه دم، هو قصد لأنه إيش الآن خمس أظافير متفرقة، قال لأنه ربع الجميع، ربع الجميع، والمعتبر ما ذكرناه بدءا. قال وإن تطيب أو لبس أو حلق من عذر، لبس أو تطيب أو حلق من عذر فهو مخير، إن شاء ذبح ربع، إن شاء ذبح شاة، وإن شاء تصدق على ستة مساكين بثلاثة أصوع من طعام، يعني كل مسكين نصف صاع، كل مسكين نصف صاع، وإن شاء صام ثلاثة أيام، وإن شاء صام ثلاثة أيام. هنا طبعا هنا لابد من التنبيه بأن الصدقة والصيام يجزئه أن يأتي بهما في أي مكان، لا يشترط الإتياد بالصوم أو بالإطعام في هذه المسألة في الحرم، يجوز أن يؤدي ذلك في أي مكان، أما بالنسبة للذبح لا يكون إلا بالحرم، لا يكون إلا بالحرم. فإذا إذا فعل لبس وهو معذور، تطيب وهو معذور، حلق وهو معذور، مخير بين هذه الثلاثة، فأراد أن يصوم ترك الصيام إلى أن عاد إلى بلده، لا حرج في ذلك، لا حرج في هذا. إن فعلها إيش أحبابنا، فعلها بعذر. وذكرنا سابقا أن محظورات الحج، محظورات الحج إن فعلها فاعل، إما أن فعلها فاعل يترتب عليها الإثم والنقص، أو يترتب عليها فقط النقص. إن فعلها معذور يترتب عليها نقص، يرفع هذا النقص بواحد من هذه الثلاثة. أما إن فعلها غير معذور، غير معذورين، يترتب عليه الإثم والنقص، فإذا أتى بالدم هذا الدم ماذا يرفع؟ يرفع الإثم ويبقى الحج ناقصا. إذن هذا الذبح أو الطعام، الذبح الآن في المعذور ماذا يرفع؟ يرفع النقص، لأنه لا إثم عليه ومعذور. أما في غير المعذور إذا أتى بالجناية يرفع ماذا؟ يرفع الإثم ويبقى النقص ثابتا في العبادة. فلا يظن ظان أنه إذا أتى بمحظور من محظورات الحج يقول أنا أذبح دم، نعم ذبحت هذا الدم رفع الإثم عنك، ولكن النقص ما زال ثابتا في الحج الذي أتيت به، وهذا ينبغي أن ننبه الناس عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة رضي الله عنه أتؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم، قال احلق واذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من بر. والقرآن أيضا قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، بيّن كذلك القرآن أن من فعل هذه المحظورات بعذر هذا يعني كفارته. قال وإن قبل أو لمس بشهوة فعليه دم ولا يعتبر الإنزال، يعني يجب عليه الدم إذا لمس زوجته بشهوة أو قبلها بشهوة وهو محرم، يجب عليه الدم سواء أنزل أو لم ينزل. ولكن إذا أنزل هل يفسد حجه؟ قال لا، لا يفسد حجه،
ولو أنزل لا يفسد حجه. قال لأنه استمتاع محظور. ومن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وحجها أيضا وفسد حجها أيضا سواء كانت مطاوعة أو كانت مكرهة أو كانت مكرهة. فهنا لابد أن نبين أول شيء أحبابنا، إذا كانت مطاوعة فسد حجها وكانت آثمة وفسد حجه وكان آثما، هذا واحد. اثنين، إذا كانت مكرهة فسد حجها ولا إثم عليها. هنا الآن ينبغي أن نعلم بأن الفساد لما قال فسد حجه يعني نقص، هنا الفساد بمعنى النقصان، صار حجه وحجها ناقصا نقصانا فاحشا، وبسبب هذا النقصان لا يجزئ هذا الحج. فهذا هنا فسد ليس بمعنى بطل الحج، الجماع لا يبطل الحج، ولكن يوقع فيه نقصا فاحشا يجعله غير مجزئ. فقد يقول قائل الآن إذا كان الحج فسد لم يبطل فلماذا يجب القضاء؟ يجب القضاء لأن كما قلت لك تمكن في الحج الآن نقصان فاحش يمنع من الإجزاء، فيجب عليه القضاء ليؤدي الحج كاملا على الوجه المعتبر. فإذا الجماع لا يبطل الحج وإنما يفسده، ومعنى فساد الحج أنه يجعل فيه نقصا فاحشا يمنعه من أن يقع مجزئا، فيطالب بالقضاء ليتمكن من أداء الحج على الوجه المعتبر كاملا. قال من جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة قال فسد حجه لقوله جل جلاله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث الجماع عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. قال وعليه شاة، عليه وعليها أيضا، وعليها شاة. الآن إن أكرهها على الجماع مثلا هل ترجع عليه بقيمة الشاة؟ بقيمة الشاة فيه خلاف، منهم من قال ترجع ومنهم من قال لا ترجع. وعليه شاة لأنه يجب عليه القضاء، فلا يعني لماذا يجب عليه شاة ولا تجب عليه بدنة؟ قال لأنه يجب عليه القضاء فلا تتغلظ عليه العقوبة. أما لو جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل طواف الزيارة هنا الآن وجبت البدنة لأن حجه قد تم ولا يجب عليه القضاء، فتتغلظ العقوبة كما سيأتي معنا. قال فلا تتغلظ كفارته كما في الإحصار، بخلاف ما بعد الوقوف، بخلاف ما لو جامع زوجته بعد الوقوف بعرفة وقبل طواف الزيارة فإنه يجب بدنة ولا يجب القضاء، فجاز أن تتغلظ كفارته. والشافعي رضي الله عنه سوى بينهما في إيجاب البدنة، والفرق ما ذكرنا. قال ويمضي وجوبا، يتابع الحج، لا يقول فسد الحج فلا أتابع، قلنا فسد ولم يبطل. قال ويمضي وجوبا في الحج الفاسد يعني كما يمضي من لم يفسد الحج، فيفعل جميع ما يفعله صاحب الحج الصحيح، ويجتنب أيضا جميع ما يجتنب صاحب الحج الصحيح. فلو أنه بعدما جامع زوجته وضع طيبا وجب عليه دم، لبس مخيطا وجب عليه دم، أنت ما زلت محرما، أنت لا تخرج من الإحرام إلا بنسك. قال ويمضي وجوبا، ويمضي في الحج كما يمضي من لا يفسد الحج،
قال وعليه القضاء على الفور في العام القادم، وجب عليه القضاء على الفور. نعم، حتى ولو كان هذا الحج الذي أفسده نفلا وجب عليه القضاء من قابل. قال هكذا روي عن جماعة من الصحابة منهم عمر وابن عباس وجبير بن مطعم رضي الله عنهم، وفي القضاء روي عنهم وعن علي أيضا مثل ذلك. قال وليس عليه أن يفارق امرأته إذا حج بها في القضاء، يعني في العام القادم خرج هو وزوجته ليقضوا الحج الفاسد الذي فسد في العام الماضي، هل يجب عليه أن يفارق زوجته؟ بمعنى ما المراد بالمفارقة هنا؟ المراد بالمفارقة هنا أن يأخذ كل واحد منهما بعد الإحرام طريقا غير طريق الآخر، يعني هو يذهب بقافلة هي تذهب بقافلة، إيه نعم، إذا أحرما، يعني هو يذهب مع هذه الجماعة وهي تذهب مع هذه الجماعة، هذا معنى المفارقة. هل يجب عليه ذلك؟ قال لا يجب عليه ذلك، وإنما الأولى أن يكون هذا. عند الشافعية يجب عليه ذلك. قال وليس عليه أن يفارق امرأته إذا حج بها في القضاء، لأن الفرقة لا تعتبر في الأداء، فكذا في القضاء. ولا وجه لما احتج به زفر والشافعي رضي الله عنهم أن رؤية المكان الأول، يعني الشافعي قال لما يرى هو وهي المكان الأول فبيتذكر، تتذكر لما فعلنا كذا، تقول تتذكر لما، قال فربما وقعا بالفعل مرتان ثانية. قال أن رؤية المكان الأول تذكرهما ذلك العيش فيقعان في المكروه، لأنه يذكرهما أيضا، قال لأنه يذكرهما أيضا ما ذاقا من وبال، من وبال فعلهما، يعني كما قلتم أنتم يذكرهما بأنهما فعلا ما فعلا، كذلك يذكرهما بأن هذا الفعل قادهما إلى مصيبة وهي قضاء الحج، فيكونا أشد اجتنابا من الماضي. قال فيمنعهما عن مثله. ثم قال ومن جامع بعد الوقوف. نقف هنا أحبابنا، والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.